سوق النساء بسوق أم درمان هو سوق عريق يقع في قلب سوق أم درمان المدينة التاريخية. تم تخصيص هذه المساحة للنساء ليبيعن حاجاتهن أيام الاحتلال الإنجليزي للسودان. النساء هنا يبيعن أشياء تراثية مختلفة، كما يبيعن المأكولات السودانية المعروفة. هذه القبعة مثلا تأتي من ولاية النيل الأزرق، وهي مصنوعة من سعف النخيل. إذن سوق النساء في أم درمان هو حكاية سودانية جميلة نتعرف عليها في هذه الحلقة من نوافذ. للنساء وجود مهم وملحوظ في الأسواق السودانية، خاصة سوق أم درمان، حيث يعمل عادة في بيع العطور النسائية الذي تخصصت في صنعها المرأة السودانية عبر العصور. ويبدو أن النساء في أم درمان كن يعملن في بيع بعض المنتجات منذ عهد بعيد، فقد تم تنظيم عملهن ومكان وجودهن داخل السوق إبان الاستعمار البريطاني للسودان. عندي 28 سنة شغالة جوا السوق. قالوا لنا جوا السوق ما تقعدوا، تقعدوا برا هناك البرندة المظلة دي، في نسوان كبار، ناس ستات الكسرة، ستات الكسرة وستات الخيوط، ستات الطباقة، المندولات والحاجات دي كلهم كان عندهم الحاجات دي، الحاجات دي كلهم واحدين هل السوق واحدين ماتوا. أها قالوا لنا خلاص انتوا اقعدوا، عملنا الدكو وعملنا الفول وعملنا التسالي وعملنا الويكاب، عملنا المرس، بعد ده احنا عملنا التراث. التراث ده لانه عملنا للمواطنين اللي يجوا يشتروا مننا، يجوا دكاتره يشتروا مننا، معلمين يشتروا مننا، موظفين يشتروا مننا، والمواطنين يشتروا مننا، اي زول يجي يشتري مننا. القفه حقت الناي الشاف والطلع والابره، او عندنا اسمه ده البله، وعندنا دين بيشتروا للتقديمات، دين بكبوا فيهم البله، ناس العراس والهنا البروش لناس العراس والمشلعيب، يخط فيه الحلة ويخط فيه الهنا يعني الكورية والطاقية للشمس والحاجات دي كل يعني عندنا، والطباقة دي حقت التخليف يخط فيه الفنكوش ويخط فيه الكشار، يودوا لهنا المناسبات وناس العقد والطباقة دي والقفف والحاجات دي يخط فيه حاجات يسفروا برا. في كثير من الحالات هنا في سوق النساء يحدث تواصل للأجيال، فتسلم البائعة مكانها ومهنتها لابنتها والتي تورثها بدورها للحفيدة. فهناك نساء عملنا في سوق أم درمان لعشرات السنين وخبرنا السوق وحركة التجارة وعملية البيع. شغالة لي 25 سنة في سوق أم درمان، وحبوبتي كانت شغالة طبعا في سوق أم درمان قبلي أنا، أمي كانت شغالة في سوق أم درمان قبلي أنا، وكنت شغالة بضاعة، من البضاعة قلبت كسرة، وأسي شغالة لي كسرة لي 15 سنة، من اشتغلت أسي حاليا كسرة، وفي رمضان بشتغل حاجات رمضان الرقاق والأبري والحاجات دي، والأيام العادية بشتغل كسرة. تلجأ النساء للعمل في السوق غالبا لأنهن يعانين من ظروف أسرية صعبة تتطلب أن يخرجن للعمل ويتحملن أعباء ومسؤولية المنزل. أنا شغالة 4 سنة والله، لكن ما عندي حتة ثابتة، حتة اللي بتريحني واللي بتجيب لي دخلي أنا بشتغل فيها، لكن حتة واحدة كده أنا ما ثابتة فيها، يعني الليلة قعدت في مكان، بكرة بقعد في مكان، بعد بكرة قعدت في مكان، الشغل ده ما نفع معي، بمشي بشتغل شاي، بشتغل أي حاجة، لكن حتة كده ثابتة أنا ما شغالة فيها. العطور النسائية السودانية التي تبرع المرأة في صناعتها هي مهنة تتوارثها النساء، وتعمل كل واحدة منهن على إطفاء لمستها الخاصة لتنال الرضا من المشتريات اللائي يبحثن عن الجودة والإتقان. أنا طبعا زوجي توفى سنة 2004 ونزلت في السوق شغالة عطور، بنصنع الريحه براي بعيدي، والحمد لله نحمده ونشكره. عندي 7 أطفال يتامى شغاله بتدرس منها ومعجره منها، يعني الحمد لله نحمده ونشكره، الحمد لله. من الطرابيزه دي انا درست اولادي، ومن الطرابيزه دي انا بطلع مصاريف اليوم، من الطرابيزه دي انا معجره البيت، يعني الحمد لله نحمده ونشكره.
وبصنع بصنع الريحه انا براي بسوي العجنه خمره بتاع الضفره المحلب المسك وخمره التفاح والخمره كوكتيل عن جميع الانواع حقت الخمره دي انا بشتغل براي. وتتنوع العطور السودانية وتختلف طرق صناعتها كما تتنوع المواد التي تصنع منها، فبعضها يتوفر محليا والبعض الآخر يستورد من خارج السودان. ده خمرة مسك طبعا، ده خمرة مسك، ده خمرة محلب طبعا، ده بخور، ده الخمرة السودانية، ده ضفرة، ودي المحلب، ده دلكة بتاعت محلب السودانية، بتنسير بنظف الجزم وريحتها حلوة شديد، ودي بخور بتاعت عنفر، وتانية برضو دي بخور بتاعت عنفر اسمه بخور مسني. مسني بالعنفر. كان السوق يضم عددا كبيرا من النساء في الماضي، ولكن بمرور الزمن ونتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فقد قل عدد النساء اللائكن يعملن في السوق، كما أن المساحة المخصصة لهن قد تقلصت فتفرقن في أنحاء سوق أم درمان. اشتغلت لي 23 سنة أنا شغالة والله، حيت الحمد لله السوق كان كويس، لكن حس الغالة شديدة، حياة بقت غالية ما زي زمان، لكن زمان الحمد لله زمان الشغل كويس، الحياة رخيصة، أي شيء رخيصة الزول بيستفيد، لكن هسه ما في أي استفادة، غالة شديدة. أنا من أبيع لكن ما في أي أرباح، ما في أي حاجة من الغالة. المأكولات السودانية المحلية والأشياء التراثية التي تمثل ثقافات عديدة تعرضها النساء هنا في سوق أم درمان، وتأتي من بقاع السودان المختلفة وتصنع من مواد محلية. بروش بيجي من حتة اسمها بارة، وبيجي من دمازين، وبيجي من الفاشر، وديل أصلهم بيجوا الحاجات ديل من حتة اسمها النيالة، بيجيبوا الحاجات المنزولات ديل، بيجيب التراث ده من هناك، حاجات ده كلهم بيجي من برا ما من هنا، بعدين من دمازين، بيجي من فاشر، بيجي من نيالة، حتى اسمها مناوشه، يجي الحاجات ده كلهم من هنا. سوق النساء برغم وجوده المهم والمؤثر إلا أنه يحتاج لتوسيع مساحته ولتنظيمه والعمل على تطويره ودعم هؤلاء النساء ماديا حتى يواصلن العمل في بيئة مهيئة ومعدة جيدا لنشاطهن التجاري.